رمضان كريم. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا على شاشة فضائية الرشيد وببرنامج صحتك مع بيرلا. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم وعنده كتير علاقة بصحتنا، ولكن ما خصه بالأكل، ولكن هو خصه بالرياضة. رح أحكي عن شو يعني الرياضة، شو هن القسمين اللي فينا نحن نعتبرهم كرياضة ولياقة بدنية، وكيف نحن معقول ناكل اذا نحن عم نمارس رياضه خفيفه، رياضه اقسى شوي، او رياضه محترفه. اللياقه البدنيه هي شخص عنده عضل مرن، شرايين قلبه مرنين، بياكل بطريقه صحيه، يعني قديش في دسم، قديش في عضل، قديش في مي بجسمه، البادي كومبوزيشن بتكون صحيه عنده، بنفس الوقت عنده ليونه. يعني اذا وقع من درج مش معقول يجي مثلا كله مطقطق، لا، بيكون هو لين، قليل من الناس العادي. واللي عنده هالاربع متطلبات ساعتها بنقال عنه انه هو لياقته البدنيه بتكون ممتازه. خلينا نبلش بالاول بنوع الاول من الرياضه، واللي هو الرياضه اللي بتهتم بشرايين القلب، واللي كمان معروفه باسم الكارديو. دايما بنسمع الكوتش بمحل الرياضه بيقولنا انه اعمله بس مشي كارديو. ليه بس عم بيقولنا اعمله مشي؟ هل هذا تفكير خاطئ او صح؟ رح اقول لكم بعد شوي. ثاني فئه عنا اياها يلي هي بتهتم بتمرين عضلات الجسم، ومش كثير بتركز على شرايين القلب، ولكن بصير عنا نحن قوه من بعد ما نحن نقوي عضلات جسمنا كله. هون لما يجتمعوا سوا، حسب الدراسات تبينت انه اهم نتائج بيطلعوا لما نكون نحن عم نعمل هالنوعين من الرياضه. مش صح مثل ما الناس مفكره انه بس اذا عملوا الكارديو يعني هن بيكونوا عم يضعفوا، ولكن اذا هن عم يعملوا مسل تريننج او تمرين عضلات الايدين او الاجرين او البطن او الظهر، بيكونوا هن ما عم يحرقوا كالوريز، ما عم يحرقوا سعرات حراريه، وهذا الشيء ما رح يؤدي للنحافه. هذا تفكير كثير خاطئ. حسب الدراسات لما نجمع الاثنين بنكون نحن عم نقدر اكثر شيء نضلنا شادين جسمنا، بسموه تونينج اب، نفس الوقت بنكون عم نحرق الدهون ونخفف الشحم، ونكون عم ناخذ نتائج مش بس بتبين على جسمنا ولكن كمان بصحتنا. اذا عملنا فحص دم بعد 3 اشهر من بدايه الرياضه، اكيد اذا عندنا كوليسترول عالي رح يوطى، تريجليسيريد وسكري كله رح يترجلج على الى حد ما، اكيد الا اذا نحن نتطلب دواء، ساعتها الحكيم هون او الطبيب المختص هو اللي بيقرر، ولكن اكيد بتكون كل هالمعدلات عم تترجلج مع ممارسه الرياضه. قديش لازم نحن اذا شخص ما بحياته عامل رياضه، قديش لازم يعمل ساعات، وشو هو النوع التمرين اللي لازم يبلش فيه؟ اول شيء اذا شخص له يمكن كذا فوق ال 20 30 سنه مش عامل رياضه، ما فينا فجاه نجي نقول له يلا بلش ركود دراج وعربش وشيل اثقال، هيدا بنكون نصيحه، بتكون نصيحه عم بتضره مش عم تفيده. دائما بدنا نبلش بمش اكثر من 15 او 20 او 30 دقيقه مشي خفيف، حسب الشخص، حسب اذا عنده اوجاع، حسب قد ايه عمره اذا متقدم او شاب. بس عاده اذا شاب او مره بال 40 50 ببلشوا ب 30 دقيقه على السرعه منخفضه، ما رح تكون عم بتضايقهم اذا ما عندهم امراض جانبيه. لكن 30 دقيقه تقريبا كل يوم، او ما يعادل 3 ساعات، يعني ساعه 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 3 مرات بالاسبوع من الرياضه الخفيفه الى متوسطه. الناس اللي هلا هيدا الناس اللي بيمارسوا الرياضه بهالشكل، يعني 3 مرات بالاسبوع على رواق بلا ما يكونوا كثير عم يعملوا مجهود، ساعتها طريقه التغذيه عندهم مش لازم كثير كثير تتغير. ها هي حبه الفواكه اللي بدهم يقطعوها يمكن بعد الظهر او بفتره رمضان الكريم، يعني مثلا بعد الافطار متاخر شوي، بنقطع حبه الفواكه، ساعتها بنمارس دغري من بعدها الرياضه. ما بنخلي حالنا جوعانين لاكثر من ساعه او ساعتين ويكون جسمنا بلش يستنزف مخزون السكر اللي بقلب العضل وبقلب الكبد، ونصير نروح نعمل رياضه، ساعتها هالشيء معقول يؤدي يا اما لدوخه يا اما لتعب. وحتى اذا في ناس بدها تعلي البرفورمانس، يعني يصيروا عم يلاقوا نتائج احسن بالرياضه، لازم ياكلوا اكيد قبل الرياضه شيء غني بالنشويات، يا اما فواكه يا اما ساندويتش
يا اما كمشه او كمشتين سيريلز او كورن فليكس مع حليب او بلا حليب، ما بهم، مهم شيء نشويات. وبنروح بنعمل هالساعه الرياضه. اللي بده يعمل نص ساعه منه هالقد بحاجه ياخذ سناك قبل، ولكن مش لازم يكون اكيد له اكثر من ساعتين منه اكل بالمره. اللي بده يعمل اكثر من ساعتين رياضه، هون عم نحكي شوي مش ضروري يكون حدا محترف، ولكن حدا تمرينه دايم ومرن وعضلات جسمه بتكون عم بتزيد مع الوقت، هون ساعتها ساعتين ممنوع يقطعوا بلا ما يكون عم ياخذ خلال هالساعتين يقطع شيء بسموه سبورتس درينك او مشروبات الرياضه. هول مشروبات الرياضه هن بيكون فيهم مش بس مي، ولكن كمان سكر، سكريات بيكونوا مدوبين بقلب المي، وكمان بيكون في بقلبهم الاملاح المعدنيه، لان نحن بنعرف لما نعمل رياضه فوق الساعه ساعه ونص بنبلش نخسر صوديوم، نخسر بوتاسيوم، هالشي الامر اللي معقول يؤدي للتعب وللارهاق الجسدي. معقول ناس ما تقدر تكمل تمرينها اذا منا اخذه بخلال ساعه ونص واكثر شويه سكر من المشروب او شويه املاح معدنيه تنرجع نعدل الالكترولايتس يلي هن الصوديوم بوتاسيوم الى اخره. هلا شو معقول يكون السناك اللي لما دغري لما نخلص نحن الرياضه لازم نتناوله؟ برجع بقول اللي عم يعمل نص ساعه مش ضروري يرجع ياكل دغري بعد الرياضه، اللي عم يعمل ساعه ساعه ونص واكثر ساعتها هون بنصير نزيد الكميه حسب اكيد كل شخص قد عم يحرق. هون ما فينا كثير، يعني انا عم عمم بس ما فينا كثير نفوت كل شخص قد ايه، لانه لازم يكون عنده اخصائيه تغذيه. حيالله شخص بكون عم يعمل رياضه اكثر من ساعه ونص كل يوم وبيكون عم ياكل بطريقه غلط، لانه بيكون بالنهايه ما عم بيلاقي نتيجه، العضل منه عم يكبر، بحس حاله تعبان وبيكون عم يضعف بدل ما يكون عم بيزيد وزنه بطريقه صحيه. لكن انا رح اعطي مثل نصايح عامه قبل الرياضه. مثل ما قلنا بناخذ يا اما حبه فواكه يا اما سيريال بار او كمشه سيريال. بعد الرياضه اذا عملنا اكثر من ساعه ساعه ونص لازم يكون دغري في عنا وقعه. بين الافطار والسحور بنقطع وقعه تكون غنيه بالنشويات اللي هي بتكون اكيد من مصدر كامل، مثل القمحه الكامله، الشوفان، الباستا القمحه كامله بتكون كمان، او الرز الاسمر. شوي مش كتير، مش ضروري كتير نزيد كمية، خصوصا اذا نحنا عم نحافظ على وزننا. وبنفس الوقت مش بس نشويات هون مثل قبل الرياضة، بعد الرياضة مش بس نشويات، بدنا نجمع مع مصدر بروتيين، فيكون يا اما تونة يا اما سمك يا اما صدر دجاج يا اما لحمة هبرة. ليش؟ شو اهمية البروتيين هون بعد الرياضة؟ عندها اهمية كتير كبيرة. نحن لما نكون عم نعمل خصوصا اثقال او عم نمرن عضلنا بدنا نوصل لوقت رح يتكسر العضل تيقدر يرجع يكبر. اذا نحن مش دغري رممناه ودخلنا له سورس من البروتين، العضل معقول العضل المكسر معقول ما يرجع ينمى ويترمم بطريقه صح. مشان هيك بعد الرياضه خصوصا اذا رفع الاثقال او تمرين العضل بدنا ضروري نحط كربوهيدرات، نشويات تنرجع نفوت مخزون الطاقه بقلب العضل، نفس الوقت بروتين حتى نكون عم نحافظ على عضلنا، عم نهتم فيه وعم نكبره، وحتى ما نخلي البروتين بجسمنا يستعمل للطاقه. اذا بتتذكروا انا ذكرت باول حلقه وقلت انه البروتين شغلته مش يعطينا الطاقه، ولكن اذا نحن ما عم ناكل صح وعم نجوع نفسنا وعم نعمل رياضه بلا ما نكون اكلين صح، جسمنا رح يكسر بروتينات من العضل تيقدر يعطينا طاقه. مشان هيك نحن بنرجع بناكل وبنشبعه لجسمنا حتى ما نكون عم نضطر نوصل لهالنتيجه. شرب المي كثير اساس، كل تقريبا 20 دقيقه بنشرب من 200 ل 300 مللتر نحن وعم نمارس الرياضه قبلها وبعدها، وحتى قبل ما نشرب يمكن شي 400 مللتر قبل بنص ساعه بيكون افضل لمخزون المي، لانه كمان الناس اللي ما بتشرب مي ما رح تقدر تداين لاخر التمرين، رح يعانوا من الدوخه ومن الم بالراس وما رح يقدروا تكون البرفورمانس تبعهم او الاداء تبعهم بمستوى المطلوب، اكيد رح يتعبوا ورح يوقفوا. هيدا كل شيء بالنسبة لفكرة هون الرياضة، إن شاء الله تتبعوا هالمعلومات لتقدروا تمارسوا الرياضة خلال شهر رمضان الكريم وما يكون جسمكم عم يلشلش وعم يخسر عضل، بالعكس يضلوا صحي. انطرونا بكرة بحلقة كمان مع معلومات مفيدة لصحتكم على الأرض.